السلام عليكم الخوه، ان شاء الله راكم بخير. الفيديو تاع اليوم راح يكون مراجعه ريفيو لواحد الاكسسوار تاع ماكرو ومخصص اللي هو تصوير الماكرو. هذا الاكسسوار اسمه ماكرو اكستنشن تيوب بيرينغ. كيف نصوروا به وين يركب، واش من عدسات واش من كاميرات فول فريم اب ياسي، نجاوبوا على التفاصيل بعد هذا الانترو. ايوه، دوكا نهضر شويه على مواصفات تاع هذا الاكسسوار. اولا هذا الاكسسوار جبته من علي اكسبريس، شراء يعرفوا شراء عبر الانترنت وعلي اكسبريس، هذوك المواقع الصينيه العالميه كاع كاين في اليوتيوب تلقاو كيفاش يشرو. وهذا الاكسسوار من شركه شوت، دايرته مخصص للكاميرات كانون فقط، وكاين شركه واحد اخرين ماركات واحد اخرين دايرين مخصصين نيكون سوني فوجي، حوسوا عليهم تلقاو اسامي كيما مايكي واندور، هذوك لي مارك ثاني دايرين مخصص نيكون وسوني، وثاني يطلع على الاب اي سي والفول فريم، كاتبين في المواصفات تاعو انه اف اف اس، يعني نحكي على كانون اللي يعرفوا لي كود تاع كانون هذا. المهم بالنسبه للمواصفات تاع هذا الاكسسوار، هذا الاكسسوار مخدوم بالالومنيوم وتحسوا شويه بلاستيك، وهو خفيف تحسوا شويه بلاستيك بصح هو مخدوم بالالومنيوم، كاتبين في المواصفات تاعو انه مخدوم بالالومنيوم. وثاني فيه واحد السنين، هادوما هادو السنين باش يكونيكتي العدسه تاعك مع الكاميرا تاعك باش تخدم لك الاوتو فوكس، هذه حاجه مليحه. وثاني يقرا لك لوفرتور كلش. ودوكا نروحو نشوفو كيفاش نخدمو به. اوكي ليتس جو. ودوكا نجيبو هذا لوبجيكتيف 55-250 اس تي ام اللي راهو عندي، نجرب نركب له هادو في ثلاثه، والتركب تاعهم ساهل ماشي حاجه صعيبه، ولا ما عليك غير تفيسيه مليح حتى يركب. نركبه دوكا فلوكم تشوفوا النقطه البيضاء هذه تاع الاوبجيكتيف والاكستنشن تيوب، حطهم مع بعض برك ودور الاوبجيكتيف يركب عادي. ثاني هذا الاوبجيكتيف فيه 85 سنتيم مينيمال ديستانس فوكس تاعو، كندير له هادو في 3 دونك راح يولي لي تقريبا حتى ل 25 سنتيم، تسمى مينيمال ديستانس فوكس، هذاك حاجه مليحه كيولي 25 سنتيم، تصور حوايج كبار بزاف وقرب بزاف. دوكا نركبوه في لاباري، راكم تشوفوا السهم هذايا الابيض حطوه قد مع لاباري. سمحوا لي على الكاليتي هبطت باسكو راني نصور بالتليفون دوكا، غير باش نوريلكم كيفاش نحطوه في لاباري ونبدل لي سوبجيكتيف فيه. وتاني تقدر تبدل مباشره الاوبجيكتيف تاعك، اضغط على هذيك القفله برك ودور الاوبجيكتيف تاعك. فوالا انا راح نجيب دوكا اوبجيكتيف واحد اخر، انا اللي راه عندي هذا 17-50 سيغما، هذا شويه ثقيل وعجبتني الكزاز تاعو نقي، ما كاليتي لاباس بها، خير من هذاك تاع 55-250، بس كون نحوس بزاف على الديتايز على التفاصيل هذوك، على بها راح نصور شويه بهذا 17-50 هذا، بصح صغير الفوكال لانس تاعو صغير حتى ل 50 برك. وتاني كاين مشكل تاني، هذا 50 ملي مينيمال ديستانس فوكس تاعو 28 سنتيم، كي تجمع هذوك الاكستنشن تاعو في 3 يطيح لك 65 ملي، يجي كتر كبير يخرج كبير من الفوكال لانس اللي راهو عندك، لازمني نقص واحد فيهم. دوك نقص 31 هذاك، وبالك تاني نقص واحد اخر. ساعوي يحصل وشنو سايتوه بارك بشويه. ثاني نزيد نقص 13 باسكو جربتهم 21 و 13 مع بعض ما خرج لي اوتو فوكس، سي غير 21 ملي وحده. راكم تشوفوا هاوليكم مينيمال ديستانس فوكس، شفتوا كيفاش قريب بزاف، وراني حاط غير 21 ملي باسكو هذا فوكال لانس تاعو 50، مليح يكون عندك اكثر من 50 اوبجيكتيف يكون زوم بزاف باش يخرج لك السبجيكت تاعك كبير. بصح انا عندي ابارات فيها 24 ميجا بيكسل نقدر نكروب به، ودرت التكنيك تاع فوكس ستاكينغ، فوطوات بزاف نشد طبقات شغل فوكسي بشويه من الاول حتى الاخر على لوبجيكت على السبجكت تاعي، ومن بعد نجمعهم كاع في فوطو واحده حتى تخرج لي. لازم له فيديو واحد اخر هذا الفوكس ستاكينغ. اوكي
دوكا نوريكم فيديوهات شديتهم هكذا برا على الطبيعه ديريكت. هادو الفيديوهات بالك من بعد نحطهم هكذا فيديو كومبلي تاع ماكرو هكذا سبيس، بس كنصور بزاف الطبيعه والبريه وحدهم. راني نصور كاع باللنس 250 اس تي، شفتوا كيفاش كبير السبجكت يخرج لي كبير، و ديستانس مينيمال ديستانس راني قريب على السبجكت تقريبا واحد 25 سنتيم. وهذا شويه فوطوات بركه شديتهم تما. ودرك اخوان نهضروا على المميزات والعيوب، الحوايج اللي عجبوني فيهم واللي ما عجبونيش. اولا الحاجه اللي عجبتني فيه انه يجوا معاه 3 اكستنشن تو، يعطوك معاه 3 ما يعطوكش واحد ولا زوج. دونك حاجه، هذه حاجه مليحه باش يكون عندك الاختيار من بعد في العدسه، تحط ال 31 وحده ولا تزيد له 21 عندك ولا تزيد له 13 ملي، يعود عندك اختيار. هذه حاجه مليحه الاولى. وثانيا السعر تاعو، السعر تاعو مقارنه واش يقدم لك سعر معقول. ثالثا انه دايرينه مخصص للاي اف اس والاو اف الفول فريم والابي اس سي، هذه حاجه مليحه. ثاني دوك نشوفوا العيوب تاعو، الحوايج اللي ما عجبونيش فيه. اولا مخدوم شغل البلاستيك ولا الالومنيوم، تحسوا بلاستيك وخفيف. ثاني باسكو على في العدسه تتقال هذوك الغاليين تاع مثلا سيريال ولا كيش مع حاجه هكذا، المهم تقال ميم تاع سيغما هذوك راهم تقال. كي تحطوا هذا الاكستنشن توب هذاك الثقل كاع يروح في العدسه، دونك هذا تحسوا شويه كابابل يتكسر لك. المهم لازم تسيسو اوكي، باسكو مقارنه بالسعر تاعو هذاك هو. واش ثاني ما دارولوش ثاني هذاك لي سيبور اللي يحكم في الترايبود باش يوازن لك ثقل العدسه مع الكاميرا. بصح ما نشرح طبوب من العيوب باسكو كاين عدسات كيما هذوك الكبار شويه تلقاو فيهم هذاك السيبور هذاك تاع تريبي، دونك ما نعتبروش من العيوب. دونك هذا هو رايي فيه وحسب تجربتي برك، وسمحوا لي الا كاش ما غلطت ولا، باسكو هذه اول ريفيو درته في القناه مازال، فحبيت نوع شويه في المحتوى، قلت ندير شويه ريفيوز على واحد الاكسسوارات التصوير ام عندي. وهذه هي الخوا، ان شاء الله تكونوا ديتوا معلومه على هذا الاكسسوار. الا كنتوا تحتاجوه صح انتم تصوروا بزاف الماكرو ولا الحوايج هذوك القراب بزاف، ننصحكم به. ديجي تشوف هذوك التفاصيل كيما قبيله صورت الدبان ولا تشوف هذوك التفاصيل ما تقول سبحان الله، شغل تتامل في خلق الله في هذا الحفايس هكذا تفاصيل مثلا حشره ولا كش ورده ولا، تشوف هذوك التفاصيل الصغار اللي ما تقدرش تشوفهم بعينك المجرد. وهذه هي الخوا، هلا في راحتكم، تلاقوا في فيديو راه جاي ان شاء الله، مازال ديروا فيو ستيتونيت ودمتم في رعايه الله وحفظه، صلوا على رسول الله.